جهاد على مستوى السوشيال ميديا تحديدا في جمله شهيره قوي بتتقال من كل الناس اللي بتشتغل في رياضه كره القدم، اصل السوشيال ميديا بيكتبوا، اصل السوشيال ميديا بيقولوا، اصل ادارات بتاخد بالسوشيال ميديا. هل السوشيال ميديا في 2023 تحديدا كانت مؤثره في كثير من القرارات ولا ما كانتش مؤثره ولا حاجه والناس مديها اكبر من حجمها؟ هي السوشيال ميديا الناس هتفضل شايفاها وحشه لو هم متضررين منها او عكسها، ولو هم كويسين يعني. وهي في الاخر زي ما احنا دايما بنقول يا كريم، هي انعكاس للشارع المصري. فدايما الناس اللي بتكتب دي معظمها، مش هقول لك 100% منها، بس الناس دي هي الناس اللي ماشيه معانا في الشارع، هي احنا وانت والناس اللي بنقابلها، فدي اراء لازم يتاخد بيها. بس يعني دايما برضو بنسمع كلمه دلوقتي ان الادارات بقت بتاخد بالسوشيال ميديا او بيتاثر عليها، يمكن انا بختلف مع ده لان ده صوت الشارع، بس في نفس الوقت مش كل حاجه صح، مش كل حاجه على السوشيال ميديا بتتكتب صح، ومش كل حاجه حقيقيه، ومش طيب كل حاجه ناس بجد. خليني اسالك سؤال مهم جدا، كنا نسمع زمان ولسه موجوده لحد دلوقتي وموجوده في العالم كله عن لجان دي كنا اول مره نسمعها سمعناها في زوايا سياسيه، صح. دلوقتي بقى نسمع كلمة لجان كتير قوي في الأندية وفي الكرة بشكل عام، صح. هل في لجان؟ في لجان دي اللي عشان بس أوضح للناس اللي بتوجه لحاجة معينة. في لجان يا كريم وكتير قوي في السوشيال ميديا، ومش بس على فكرة في مصر، في لجان في أوروبا وفي لجان في أسبانيا، وبيحصل دلوقتي احنا بنشوف برشلونة بيحصل عليهم زي ما استطردنا مع بعض قبل كده لما كنا في حلقة، إن برشلونة الجمهور بيزعل إن الإدارة بتوظف زي ما بيقولوا لجان سوشيال ميديا عشان يقلبوا على لعيبة معينة أو يقلبوا الرأي العام على لعيبة معينة، وده نفس اللي بيحصل هنا كريم. في لجان ودلوقتي بقت اكتر من الاول، وفي لجان كمان دلوقتي، زمان كانت اللجان دي ممكن تبقى بوت او اله او حاجات تقدر تعرف وانت باصص على التعليقات او البوستات ان دول لجان، لكن دلوقتي لا، ما بقتش زي الاول، دلوقتي بقت ناس هي اللي بتقعد تكتب وهي لجان. ففي لجان، طبعا في لجان.